اخطر 3 نقط ضعف نستخدمهم في وقت الخطر بس. انا مين عادل؟ مدرب الدفاع عن النفس. صباح الفل عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم دايما بخير. هناخد النهارده مع بعض اخطر 3 انواع من نقط الضعف دول نستخدمهم وقت الخطر بس، ممكن يفيدوك في مواقف مختلفة. يعني مثلا حد ماسك فيك، حد بيتخانق معاك في اي خناقة، ممكن يكونوا سبب نجاة ليك ان انت تقدر تخرج من موقف الخطر اللي انت فيه ده. ازاي؟ يعني على سبيل المثال لو انا حد دخل مثلا ماسك فيا وحد اضخم مني، هعمل ايه؟ بدل ما نقعد بقى لسه هنقطع في هدوم بعضه ويبقى فيها معافرة، لا، بمنتهى البساطة مهما كانت قوته وضخامته انا بحط ايدي الشمال ورا دماغه وباجي كده بوضع خبطة الباب هنا اهو عند النقطة دي وبطلع من فوق لتحت. طيب النقطة دي بقى اللي هي ايه يا شباب؟ اللي هي اعلى الفك العلوي واخر عظمة المناخير في البوينت دي، في الزاوية دي. الزاوية دي لو انت دوست عليها لازم بتعمل ألم، لازم بتسبب ألم للي قدامك. حتى لو انتوا جربتوها مع بعض وانتوا معايا بتتفرجوا على الفيديو دلوقتي كده، كل واحد عملها لنفسه لو داس بس هنا كده جامد هيحس باللي انا بتكلم فيه. دي اول نقطة. طيب النقطة التانية ايه يا شباب؟ النقطة الفاضية اللي ورا الودن، اللي هي في الحتة دي، في المنطقة دي، النقطة اللي بتبقى مغروزة داخلة لجوة دي كده اهو. امسك كده فيا تاني كده يا كابتن حسام، هتحط ايدك هنا اهو وتيجي وضع صباع الابهام وتيجي تدوس عليها من برة لجوة، من اليمين للشمال. هو كده برضو غصب عنك لازم هيبقى مطيع بالنسبة لك. يعني ايه مطيع بالنسبة لك؟ يعني فك المسكة، هتوديه في الاتجاه اللي انت عايز توديه فيه. تمام؟ ممكن انا اكملها. امسك كده تاني اهو بمنتهى البساطة. طيب النقطة الثالثة ايه يا شباب؟ النقطة اللي هي اسفل الفك بس من جوه، بطلع هنا اهو بالظبط، هنا اهو في الحتة دي، لو انا طلعت فيها من تحت لفوق هي نفس الفكرة. امسك كده تاني يا كابتن حسام اهو، حطيت سندت بايدي. ليه بسند بايدي يا شباب؟ عشان انا لما اعمل كده ولا لما اعمل كده ولا لما اعمل كده ما يرجعش ويسيبني، هيبقى الموضوع انتهى. لا، انا لازم بسند بايدي عشان اقدر اضغط عليه للاخر وبعد كده هو غصب عنه لازم يسيب. بطلع بصباع الابهام في النقطة دي، النقطة دي اللي هي اسفل الفك جوه، بطلع من تحت لفوق. النقط دي لازم تستخدم في مواقف الخطر للضرورة القصوى مش اكتر، لان النقط دي خطر. فانا بأكد اكتر من مرة ان نخلي بالنا مش في اي موقف اقدر استخدم النقط دي. اتمنى في النهايه اكون قدرت افيدكم ولو بمعلومه بسيطه ممكن تكون سبب نجاه لينا في اي موقف خطر نتعرض له لا قدر الله. واكون سعيد بمتابعتكم على الفيسبوك واليوتيوب، وما تنسوش صور وكواليس الحلقه دي هتلاقوها على الانستجرام. بحترمكم جدا وايدكم دايما بالمزيد. اشوفكم على خير.